بص الجمال، إن يردني الرحمن بضر، مش إن يردني الله بضر أو إن يردني ربي بضر، الرحمن. حتى وإن أرادني بضر فالضر ده رحمة، وأنا مش عارف. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل تعامله معك رحمة، حتى الألم، حتى الضر، حتى البلاء يؤدبك. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لو تفهم لا تتسخط، بل تصبر، بل ترضى، بل تشكو على البلاء. عارفين محمد بن سيرين حين ابتلي بالإيه؟ ابتلي بالدين وسجن فيه، فكان يقول: اللهم بأي يد لي عندك، وبأي عمل تقبلته مني، أفقرتني وأفقرت عيالي، وأجعتني وأجعت عيالي، اللهم لك الحمد، ابتليتني بشعار الصالحين. فارحم الفقر. إزاي؟ المتنبي بيقول إيه لسيف الدولة الحمداني؟ يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أما تصيبك جراحات الحياة وأنت تعلم أن فعل الرب عز وجل كله حكمة ومصلحة وعدل، يبقى المفروض ما فيش جرح ليه ألم مع الله. في الحقيقة لا ألم مع الله، لا حزن مع الله، لا خوف مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تحزن، إن الله معنا. أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. مش ألم، مش خوف، مش حزن، كلا، إن معي ربي سيهدي. قوة في الحق. تعرض جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، قال له: ألك حاجة؟ عريان وفي المنجنيق وبيرمى في النار، ألك حاجة؟ ما أكيد واضح الحاجة إيه. قاله: أما لك فلاف، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكانت النار عليه بردا وسلاما، الناس تقترب منها نار، شايفين إبراهيم جوا لا يحترق. قال آزر: نعم الرب ربك يا إبراهيم، ونعم الرب ربنا، إذا كنت نعم العبد، إذا كنت حسن الصلة به، إذا كنت واثقا حسن الظن به تبارك وتعالى، تعرفه وتشق طريقك إليه.